أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل نعرب الرحمن بأنه صفة مجرورة؟ نعم، يقول أحسن الله إليكم في قوله الرحمن اسم ما هو صفة. الرحمن اسم، الرحمة صفة، الرحمة صفة، والرحمن الرحيم هذا تبعية، لأن لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الحمد لله مضاف إليه، ولا يقال أنه مجرور، لكن يقال على العظمة، على العظمة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. نعم.